الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، الأساتذة الكرام من الجامعات العربية والجامعات العراقية وخصوصا جامعتنا الحبيبة المستنصرية، الباحث الكريم، الحضور الكريم، كل بحسب مقامه ولقبه العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقي في رحاب كليتنا، كلية الإبداع والجمال، كلية الآداب، وعلى منصة نادي الكتاب الدولية. يشرفنا اليوم أن نقدم لكم الأستاذ الدكتور قتيبة محمد مجيد ليقدم لنا قراءة في كتاب بعنوان صفحات من التاريخ الإسلامي، أمسية ثقافية علمية مميزة نتمناها لكم معنا هذا اليوم. يتفضل السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم بتقديم كلمته مشكورا. تفضل دكتور، المايك لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. الحضور الكريم، السادة أعضاء مجلس الكلية الموقر، السيدة رئيسة قسم التاريخ المحترمة الأستاذ الدكتور قتيبة المحترم، الحضور الكريم كل بلقبه ومقامه الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنا الشرف في حضوركم اليوم محاضرة نادي الكتاب، ونحن نلتقي بشخصية علمية ثقافية من شخصيات قسم التاريخ، الأستاذ الدكتور قتيبة المعروف بأخلاقه العالية وعلميته العالية في هذه القراءة في كتاب صفحات من التاريخ الإسلامي. أسجل شكري وتقديري لمن حضر من الأساتذة من كلية الآداب ومن أعضاء مجلس الكلية، وأسجل شكري وتقديري للحضور الكريم من الجامعات العراقية والجامعات العربية. أتمنى لكم أمسية ثقافية مفيدة إن شاء الله مع هذه القراءة العلمية الثقافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم دكتور. تتفضل السيدة رئيس قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سمر الرحيم بتقديم سيرة علمية مختصرة عن البحث. تفضلي دكتورة سمر، المايك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد العميد المحترم، السادة أعضاء مجلس كليات الآداب المحترمين، الحضور الكرام كل بلقبه ومقام الكريم، شكرا لكم جزيلا، والشكر مخصوص للسيد العميد المحترم لدعمه المتواصل لكل النشاطات العلمية التي يقيمها القسم وكافة الأقسام العلمية في الكلية. نتشرف بكم في هذا في نادي الكتاب اليوم، ونلتقي بكم مرة أخرى في محاضرة مهمة من المحاضرات التي يقيمها قسم التاريخ، والتي يلقيها على أذاننا الأستاذ الدكتور قتيبة محمد مجيد، والذي يتناول اليوم في نادي الكتاب موضوع أحد مؤلفاته، وهو صفحات من التاريخ الإسلامي، والذي سيتناولها بالعرض ويعطي نبذة واسعة ونبذة دقيقة ومختصرة عن هذا الموضوع. سأتكلم وسيرته وستناول سيرته العلمية كالآتي. طبعا هو تدريسي من كلية في كلية أحد التدريسين المهمين في كلية الآداب، حاصل على درجة الماجستير من جامعة بغداد في العام 2000، وحاصل على درجة الدكتوراه في عام 2006 من جامعة بغداد، حاصل على درجة الدكتوراه العفو على درجة الأستاذية. له العديد من المؤلفات العلمية، منها الحسين عليه السلام تاريخ أمة، وكتاب آخر الحياة العامة في مصر حتى نهاية القرن السابع الهجري،
وأيضا كتاب بعنوان المعجم المفهرس بأسماء مؤرخي المصادر العربية الأصلية، فضلا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية ومشاركته ولديه الكثير من البحوث المنشورة ومشاركته في اللجان الامتحانية واللجان الإرشادية ومشاركته في تقييم العديد من البحوث، فضلا عن مشاركته في لجان معادلة الشهادة في وزارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. درس الكثير من المواد العلمية في قسم التاريخ على مر السنوات السابقة، وحاليا يدرس مادة بحث التخرج للمرحلة الرابعة بجزئها الصباحي والمسائي. دكتور قتيبة من الأساتذة المتمكنين والمعروفين بعلميته وجدارته وطريقة تعامله مع وطريقة تعامله الأبوية مع الطلبة، فله جزيل الشكر والامتنان على هذه النشاطات المتكررة التي يقوم بها وعلى تعامله مع القسم. أترك المجال له. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتورة سمر. يتفضل الآن الأستاذ الدكتور قتيبة محمد نجيب بتقديم القراءة. مشكورا. تفضل دكتور، المايك لك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي المتألق علما والمتألق خلقا لإتاحته الفرصة لي لتقديم كتابي، والشكر موصول إلى دكتور مهند أمين مجلس الكلية لإعانته لنا في هذا العرض لكتابنا. كذلك شكري وتقديري لرئيس قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سمر رحيم الخزاعي، فلهم مني كل الشكر والفضل والجزاء، جزاهم الله إن شاء الله ألف خير. أنا محدثكم الأستاذ الدكتور قتيبة محمد مجيد. تدريسي في قسم التاريخ، حصلت على الأستاذية منذ العام 2015. درست مادة انتشار الإسلام في أفريقيا وجنوب شرق آسيا للمرحلة الثالثة، ومادة الفكر العربي الإسلامي للمرحلة الرابعة، ومادة بحث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة. عندي مجموعة من البحوث منشورة في مجلات مختلفة، ومشارك في عدد من المؤتمرات الداخلية والخارجية، وقد قمت بتقييم العديد من الرسائل والأضاريح الجامعية وبحوث التخرج. عندما نتحدث عن التاريخ نقصد به التاريخ العام، والذي من خلاله ننقل جميع الأحداث التاريخية على مر العصور. وقد قسم التاريخ إلى ثلاث أقسام: التاريخ القديم، التاريخ الإسلامي، التاريخ الحديث والمعاصر، وكل تاريخ له استقلاليته في الدراسة. والذي يخصنا هو التاريخ الإسلامي، لأنه موضوع كتابنا هو صفحات من التاريخ الإسلامي، والذي يمتد من قبل الدعوة الإسلامية مروراً إلى سقوط الخلافة العباسية سنة 656 هجرية على يد هولاكو، وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله الذي حكم من سنة 640 إلى 656 هجرية. وكان التاريخ الإسلامي حافل بكثير من المفارقات وانتصارات وخسائر مرت بها الدولة الإسلامية، وتقسم الفترة الممتدة إلى ما يلي: فترة الدعوة الإسلامية لحين وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعدها فترة الخلافة الراشدة والتي امتدت من العام 11 إلى 40 هجرية، والتي استشهد فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعدها فترة الخلافة الأموية والتي امتدت من سنة 41 إلى سنة 132 وحكم فيها 14 خليفة، وبعدها تأتي فترة الخلافة العباسية والتي امتدت من 132 إلى 656 هجرية وحكم فيها 37 خليفة. وقد قسم المؤرخون فترة الخلافة العباسية إلى خمسة عصور: الأول من العام 132 إلى 247 هجرية، والثاني 247 إلى 334 هجرية، وفي هذا العام ظهر البوهين على الساحة السياسية على مسرح الأحداث، وبعدها من سنة 334 حتى 447 هو ظهور السلاجقة على مسرح الأحداث السياسية، وبعدها من العام 447 وحتى 590 هجرية، وبعدها ظهور خلفاء أقوياء
من العام 590 هجرية إلى العام 656، حيث ظهر خلفاء أقوياء استطاعوا أن يقفوا بالخلافة على رجلين. يقع الكتاب حجما بمقياس 17.5 سنتيم في 24.5 سنتيم. جرى طبعه على الورق الأصفر وضم في محتواه 590 صفحة. تصميم الغلاف بصورة تعبر عن المغزى الديني والعمراني والعلمي والجهادي للدولة العربية ومكانة اسمها ورمز قوتها وعظمتها. اشتمل الكتاب على 18 بحثا بعناوين مختلفة، بدءا بالتنظيمات الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام، وانتهاءا بالعصر الفاطمي الذي تميز هذا العصر بوفود العديد من العلماء من كل حدب وصوب تشجيعا من الخلفاء الفاطميين، فكثرت المناظرات والمجادلات، نتج عنها مناخ ثقافي انعكس على حياة المصريين، وهذا ما سأوضحه من إعطاء فكرة موجزة عن الكتاب موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله. مما لا شك فيه أن مرحلتي الماجستير والدكتوراه تعدان تدريبا بالنسبة للباحث، ولا سيما إذا كان قد تتلمذ على أياد علمية وأساتذة أكفاء وأجلاء، فقد أهلتني تلك المراحل الدراسية فضلا عن الدراسة الأولية والإفادة من خبرات أساتذتي إلى كتابة البحوث والدراسات التاريخية، وهي حقل تخصصي، فقد انكفأت طوال السنوات الماضية وتحديدا بعد نيلي شهادة الدكتوراه على تقصي ظواهر تاريخية أردت لها الإجابة على جملة من الأسئلة التي كانت تدور في رأسي في أثناء دراستي للتاريخ الإسلامي. يمكنني القول أن هذا هو الدافع الأول في كتابتي للدراسات التاريخية بعد الدكتوراه. أما الدافع الآخر فهو الترقي العلمي مما يوجبه التدريس في السلك الجامعي. وخلال متطلبات الترقية العلمية في كتابة البحوث أصبحت لدي مجموعة لا بأس بها من الدراسات في تاريخ العرب والمسلمين، وحرصا مني على أن تعمل فائدة من هذه الدراسات فيطلع عليها الباحثون والطلبة، ومن اهتمام بالتاريخ العربي والإسلامي، فقد قررت جمعها وإخراجها في كتاب موحد، وقد تطلب ذلك مني بذل الجهد والمال والوقت والصحة، إذ المهمة بعد ذلك علمية وتستحق كل مبذول في سبيلها. فبحثت بين الناشرين واستقر أمري على أحدهم، وتم الاتفاق مع بعض أساتذتي على طباعة هذه البحوث في كتاب اخترت له عنوان صفحات من التاريخ الإسلامي. فالكتاب إذن عبارة عن مجموعة من البحوث والدراسات جلها خرج من غرف الترقية العلمية، فهي إذن تتسم بالأمانة والإشراف العلمي الرصين والتزكية من ذوي الخبرات والنظر الثاقب. الكتاب، وهو كتابي المقصود صفحات من التاريخ الإسلامي، ضم بين دفتيه 18 بحثا، ولم أقسمه إلى أبواب وفصول وإنما إلى بحوث ودراسات، كل دراسة فيه تشكل فصلا قائما برأسه. فالدراسات هي الفصول، والوحدة المشتركة بين هذه الدراسات هي ساحة التاريخ الإسلامي المترامية الأطراف الشاسعة والواسعة، إذ ما زال الباحثون والدارسون والمهتمون بأمرها يجولون ويصولون في مدنها وصحرائها ومساجدها ومكتباتها ودور علمها وأروقتها السياسية، فضلا عن أسواقها وسوح معاركها، وما زالت أبوابها مفتوحة للمتخصصين من ذوي العلم وأصحاب القلم. وأعود فأقول أن الكتاب عبارة عن مجموعة من الدراسات والبحوث في التاريخ الإسلامي كتبت في مراحل مختلفة خلال مسيرتي العلمية والجامعية، وقد أثرت جميعها وضمها وقد آثرت جمعها وضمها في كتاب المذكور عنوانه آنفا، وقد راعيت فيه منهجية التسلسل التاريخي، إذ إن دراساته تبدأ من العصر الجاهلي وتنتهي بالدولة الفاطمية. تتمثل أهمية هذه الدراسات في أنها تقف على نواحي مضيئة من تاريخنا، فنتتبع آثارها لنفيد منها في حياتنا المعاصرة، كما أنها تكشف الجوانب المعتمة فيه
فنتوخاها، ومن المعروف أن أهمية الدراسات التاريخية على وجه العموم تتمثل في تعقب الحقائق وكشفها وإسقاط كل محاولة لتزويرها. فقد أشاع نفر من اليهود أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة معاوية وسعد بن معاذ. وعند التحقق والتدقيق تبين أن معاوية أسلم بعد الفتح، وسعد مات يوم قريظة قبل خيبر بسنتين، وبهذا نعرف عدم مصداقية هذا الخبر. هذه مهمة شاقة يتحملها الباحث، أي باحث في التاريخ الإسلامي، وعليه حاولت في كتابي هذا توخي الدقة ومتابعة الحقيقة، ولا عبرة هنا للعواطف والمعتقدات الدينية أو السياسية في كشف الحقائق وإعلامها إلى الناس. ولا بد هنا من استعراض بعض عناوين الكتاب ليكون لدى القارئ أو السامع فكرة عن طبيعة الموضوعات. فمن فصول الكتاب أو أولها جاء العنوان الآتي: التنظيمات الاجتماعية والسياسية وأثرها في حياة العرب قبل الإسلام. ذلك أن المجتمع العربي آنذاك اعتمد في تركيبته الأساسية المفهوم القبلي، وإن غلبت على معيشته بعض المظاهر الحضارية، إلا أن صلة الدم أو النسب كانت العامل الجوهري في الانتماء لهذا المجتمع، الذي هو عبارة عن مجموعة من القبائل العربية المنتشرة في الجزيرة. لذا فقد تطرق العنوان المذكور في الأعلى إلى مفهوم القبيلة ووظيفتها والروابط التي تشد أعضائها بعضهم إلى بعض، وكيفية انتخاب رئيسها، وما المعايير المتحكمة في ذلك. وتوصل البحث إلى أن أساس النظام القبلي هو العصبة للأهل والعشيرة وسائر تفرعاتها، إذ شكلت العصبة رابطة اجتماعية ونفسية وشعورية ولا شعورية تربط أفراد الجماعة. وتحدثت في هذا العنوان عن مجلس القبيلة وأهمية الأعراف والقوانين التي تتحكم بقراراته، ومن التنظيمات السياسية دار الندوة وحلف الفضول. وفي الدراسة كشف لكثير من الوشائج الاجتماعية والسياسية. وفي دراسة الموسومة بأسس البناء والتنظيم الإداري في مكة والمدينة حتى نهاية عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تطرقت إلى أن التنظيم الإداري ومؤسساته متنوعة في تفردها وأغراضها وفي امتدادها، وهي قد تؤدي وظيفة محدودة في زمان أو مكان معينين، وربما تكون واسعة في الامتداد، ولعل أوسعها وأثقلها تحملاً مسؤولية تسيير الأمور العامة أو الولاية على المناطق. نشأ هذا التنظيم بسد الحاجات التي تظهر في المجتمع، ووجد لمعالجة أوضاع خاصة، وإن نجاحها في المعالجة يؤدي إلى استمرار تطبيقها. ومن هنا جاءت الدراسة للوقوف على أهم الأسس التي ثبتها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البناء الإداري لدولة الإسلام الفتية، التي تعد نموذجاً حقيقياً في بناء الدولة، فضلاً عن العبقرية النبوية التي تمكنت من جمع شتات الأمة بعد أن كانت تتحكم في مصائرها نزعات الجاهلية في وحدة التآلف والتعاضد والتناصر، وعلى الخير والحق والعدل والإيمان. وقد تطرقت الدراسة إلى طبيعة النظم الإدارية في مكة والمدينة، إضافة إلى وظائفها الإدارية. كما ضم الكتاب بحثا جاء تحت عنوان الكوارث الطبيعية والظواهر الفلكية والوبائية في العصور العباسية المتأخرة، في كتاب المنتظم لابن الجوزي بين سنة 334 إلى 511 هجرية، 945 إلى 1117 ميلادية. إن موضوع الكوارث الطبيعية والظواهر الفلكية والوبائية من الموضوعات المهمة في دراسة الدولة العباسية في العصور المتأخرة، ولا سيما ما جاء منها في هذا الكتاب المنتظم لابن الجوزي. فقد تعرض العراق عامة وبغداد خاصة لهذه الأنواع من الكوارث، ونتج عنها تداعيات خطيرة على السكان، فلم يكن أمامهم وقت ذات إلا التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. كما تركت تلك الكوارث والأوبئة أثراً سيئاً في الجوانب الاقتصادية والصحية. هذا وقد قسمت موضوع الكوارث إلى ثلاثة أنواع: طبيعية وفلكية
ووبائية تعقبتها جميعا في كتاب المنتظم، ودرست نتائجها وبينت تداعيتها على جميع النواحي. وهذا طبعا الموضوع له ارتباط بالجائحة اللي مر بها العالم والعراق، وإن شاء الله أطلب من الله العلي القدير أن يمن علينا بالصحة والعافية إن شاء الله. وفي إطار المدن الإسلامية أفردت بحثا حول مدينة شاطبة الأندلسية، وكان عنوانه النشاط العلمي لعلماء مدينة شاطبة الأندلسية. في البدء أظهرت دورها العلمي دون أن أهمل الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والفكرية التي أحاطت بذلك الدور. تطرقت في هذه الدراسة إلى تسمية المدينة وموقعها الجغرافي والخصائص الطبيعية لها، ثم تناولت نشاطها العلمي على نحو مفصل، وتعقبت علمائها في أقاليم العالم الإسلامي العراق والشام وبلاد المغرب، إذ بينت في هذه أن هذه المدينة قد لعبت دورا مهما في الحياة العلمية ليس في الأندلس فحسب، وإنما في مجمل الأقاليم العربية والإسلامية. ولم أنسى أن أسلط الضوء على التواصل الحضاري بينها وبين سائر المدن الإسلامية والعربية. والكتاب بعد ذلك تطرق إلى موضوعات غاية في الأهمية تنبهت إليها الدراسات الأكاديمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. تلك هي منهجيات الكتب والمؤلفات لدى العلماء والمصنفين في تراثنا. إن دراسة منهجية المؤلفين لا تقل شأنا ومكانة عن الدراسات التاريخية الأخرى، لما لها من أهمية بالغة في حياتنا العلمية المعاصرة، كونها محاولة للكشف عن عناصر الأصالة والإبداع في مناهج مؤرخين الأجلاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أظهار المعلومات التاريخية ذات القيمة العلمية العالية المتناثرة في بطون الكتب، ولا سيما تلك التي لم تصل إلينا أو فقدت لسبب من الأسباب. من هنا اخترت كتاب راحة الصدور وآية السرور لمؤلفه محمد بن علي سليمان الراوندي، الذي يعد من أمهات المصادر التي تناولت تاريخ الدولة السلجوقية، لأن المؤلف كان من أولي الحظوة عند سلاطينها الذين عاصرهم، ومن أجل ذلك تيسر له الوقوف على المعلومات من مصادرها الصحيحة في كل شأن يتعلق بأحداث الدولة. ومن المناسب القول بأني قد بحثت في أسلوب منهجيته وطريقة عرضه لتلك الأحداث، ومتى تأثير علاقته بأركان الدولة على هذه المنهجية وهذه الطريقة. وتضمنت الدراسة عدة فقرات أو عناوين ثانوية، منها دراسة المؤلف والكتاب ودواعي تأليف الكتاب، وتطرقت إلى ترتيب موضوعات الكتاب ومصادره، ثم سلطت الضوء على منهجيته في تراجم الأعلام. ترجم الراوندي في كتابه هذا لمجموعة من سلاطين الدولة السلجوقية، والتزم في تراجمه خطاً ثابتاً مع اختلاف بين ترجمة وأخرى، وبتفاوت واضح بين المعلومات المتوفرة في كل ترجمة. ومن النتائج التي خرجت بها، أولاً تناول هذا الكتاب تاريخ الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة السلجوقية من سنة 552 إلى 590 هجرية، وهو العصر الثالث والأخير الذي يطلق عليه المؤرخون بعصر الاضمحلال والسقوط. ثانياً، عد الكتاب مرجعاً منقطع النظير لهذا العصر، لأن المؤلف كان من أولي الحظوة ومن المقربين عند السلطان طغرل آخر سلاطين السلاجقة، وقد تيسر للمؤلف الوقوف على المعلومات من صادر الصحف فيما يتعلق بأحداث الدولة ولا سيما العسكرية منها. وفي سياق الحروب الصليبية، تناول الكتاب بحثا حول الهجمات الصليبية على مدن شمال أفريقيا من القرن الخامس إلى القرن السابع. فقد شغلت الحروب الصليبية في سوريا ومصر أذهان المسلمين وأقلام الباحثين والمؤلفين، وأقفلوا أمر حروب صليبية أخرى وقعت في الشمال الأفريقي. فقد تعرض الشمال الأفريقي لهجوم صليبي مثلما تعرض للمشرق العربي منها الهجوم الصليبي على مدينة المهدية عام 480 هجرية، ومنها الهجوم على مدينة طرابلس سنة 539 هجرية، والهجوم الصليبي على مدينة المهدية عاصمة بنزيري عام 543،
وكذلك الهجوم الصليبي على مدينة تونس عام 668 هجرية، أن هذه الحروب على شمال أفريقيا والتي تعد حروب صليبية أخرى ضد الإسلام والمسلمين جعلت المسلمين يشعرون بالخطر القادم اتجاه الأرض التي نما عليها الإسلام، حيث وجد الأرض الخصبة في هذه البقعة وفي هذه الأمة التي كانت خير أمة أنزلت للناس. وبخصوص الدولة الفاطمية فقد تناولها الكتاب في 7 فصول أو دراسات، وبذلك تكون قد شغلت هذه الدولة أكثر من ثلث الكتاب. ومع العلم أخواني بأنه هذا من جزء اختصاصي عن الدولة الفاطمية، لأنه أنا كاتب عن الحياة العامة في مصر، فتعتبر الدولة الفاطمية من جزء من اختصاصي إضافة إلى العباسي المتأخر. وصراحة الدولة الفاطمية تستحق أن تدرس، تستحق أن تدرس لما لها من إنجازات علمية وتاريخية وعمرانية، ولا زالت آثارها شاخصة وحاضرة في مصر، وتفتخر بلاد مصر بالإنجازات العمرانية والحضارية للدولة الفاطمية اللي لا زالت شاخصة في مصر. مما لا شك فيه هناك عصور كانت متميزة بالتاريخ المصري، ومن هذه العصور هو عصر الفاطميين الذي تميز بإنجازاته الكبيرة والعظيمة، حيث ترك هذا العصر بصمات واضحة على هذا البلد الذي ذكره الله في العديد من آياته، ولا سيما هذه الحقبة من الزمن للفترة الممتدة من 358 وما بعدها، التي شهدت اتساعا واسعا وبسط نفوذ على تلك البقعة وما جاورها، شهد هذا العصر حركة دائمة ونشاطا واضحا في داخل البلد وخارجه. لقد كان استتباب الأمن في هذا البلد واضح من خلال السياسة التي انتهجها الأمراء الفاطميون، إذ عملوا بكتاب الله وسنة نبيه، وخصوصا فيما يتعلق بالعهود والمواثيق لإقامة علاقات ودية بين المسلمين وغيرهم، ابتداء من داخل البلد ومرورا بالدول المجاورة. ومن البحوث التي تناولت فيها الدول الفاطمية ما جاء تحت عنوان من رسوم دار الخلافة الفاطمية، أن دراسة رسوم الخلافة مهمة لتبين التطورات على مجمل الرسوم والتقاليد التي ظهرت وتطورت في مؤسسة الخلافة في العهد الفاطمي. فمن رسوم الخلفاء الفاطميين البيعة، والبيعة كما يقول ابن خلدون هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه، إلا أن الفاطميين عكس العباسيين كانوا ينظرون إلى الخليفة الفاطمي باعتباره إماماً يرث أباه عن طريق التعيين بالنص، وهذا يوضح أن الخليفة الفاطمي لابد أن يعين ولي عهده قبل وفاته لكي لا يخلو العالم من إمام. ومن الأمثلة على ذلك ما قام به المعز لدين الله من تعيين ابنه العزيز بالله أبو المنصور إماماً قبل وفاته، وعندما توفي المعز تولى الخلافة ابنه العزيز بالله. ومن رسوم دار الخلافة الفاطمية أيضاً مواكب الخلافة، حيث كانوا يركبون في مناسبات متعددة، إلا أنهم كانوا يهتمون اهتماماً بالغاً وبعناية خاصة بمواكب الخلفاء، حيث كانت تسمى بالمواكب العظام. ومن مواكبهم أنه كانوا يركبون فيها أيام السبت والثلاثاء سائر الشهر، فضلاً عن أنهم كانوا يركبون في الاحتفال بأول محرم، كذلك في أيام الجمعة الثلاثة من شهر رمضان. ومن رسوم الخلافة الفاطمية شعارات الخلافة ومنها القضيب، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحمل القضيب بيده، وكذلك الخلفاء الراشدون. وفي عهد الفاطميين يسمى قضيب الملك، ويكون ملبس بالذهب المرصع بالدر والجوهر، يكون بيد الخليفة في المواكب العظام، ومنها السيف الخاص الذي يحمل مع الخليفة في المواكب وحليته من ذهب مرصع بالجواهر، وهو في خريطة مرقومة بالذهب لا يظهر إلا رأسه. وبعد العصر الفاطمي، يعد العصر الفاطمي في مصر من أزهر العصور وأزهرها، حيث أنشأوا دولة كبيرة تعد من أعظم دول الإسلام، وامتازت بالأمن وكثرة الخيرات متعددة الثروات، وأشدها للعلم أزرا، وتطورت وتقدمت الحضارة العربية الإسلامية فيها. وهناك دراسة أخرى
عن الدولة الفاطمية موسومة بالحياة الفكرية والعلمية في مصر خلال العصر الفاطمي، إن الحياة الفكرية والثقافية لمجتمع ما تعد انعكاساً لواقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي مؤشر ودليل على هويته. وفي سفر تاريخ حضارتنا العربية الإسلامية ثمة صفحات تجسد فيها العطاء الفكري والثقافي، وكان سلاحاً قوياً من نور لمحاربة الظلام ونبراس المشعل للعلم في مواجهة الجهل والتخلف. وفي صفحة تاريخنا الخالد للخلافة الفاطمية في مصر واقعاً فكرياً أسهمت في بلورته ظروف ومسببات، وتمخض عن ظهور العديد من المؤسسات الثقافية والعلمية التي لعبت دوراً مهماً في حياة المصريين آنذاك. توزعت الدراسة على مبحثين، تضمن المبحث الأول العوامل المؤثرة في نشوء وتطور الحركة الفكرية والعلمية في مصر الفاطمية، فيما عني البحث الثاني الذي تحت عنوان المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر خلال العصر الفاطمي. كما أسهمت ظروف التفكك السياسي والاختلاف المذهبي في إثراء الحياة الفكرية في مصر نتيجة للتنافس الشديد بين الفرق والمذاهب الكثيرة، وقد شغف الخلفاء والحكماء بالعلم والعلماء وتركوا بصماتهم الرائعة في إنشاء دور العلم ورعاية أهل العلم وولعهم بالوسط تشجيعا من الخلفاء الفاطميين، فكثرت المناظرات والمجادلات نتج عنها مناخ ثقافي انعكس على حياة المصريين. كما ازدهرت تجارة الكتب وانتشرت الكتاتيب والمكتبات ودور العلم الملحقة بالمساجد، وصارت المساجد بمثابة معاهد علمية تقوم بدور مهم وحيوي في نشر العلم والثقافة بين الناس. ومن صفحات الدولة الفاطمية صفحة تتعلق بالخليفة الحاكم وروايات مقتله، إذ عنوان الدراسة روايات اختيال الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في كتاب اتعاظ الحنفاء للمغريزي المتوفى 845 هجرية 1441 ميلادية. حفل التاريخ الفاطمي بثلاثة حوادث اختيال لثلاثة من الخلفاء، وقد دبرت هذه الحوادث بنظام شديد الدقة، لذلك اعتبرت حوادث اغتيالهم جريمة منظمة وذات دراسة مسبقة لذلك العصر وتلك الحقبة الزمنية، مما دفعنا إلى دراسة تلك الحوادث بشكل متمعن من أجل الوقوف على الظروف المحيطة بهذه الحوادث. كانت حادثا اغتيال الحاكم بأمر الله ونهايته فيهما الكثير من الاختلافات وفي الروايات التاريخية، وذلك لاختلاف المصادر التي اعتمدت عليها هذه الروايات. لذلك نرى أن هذه الحوادث قد جاوزت 10 روايات مختلفة، وقد بحثت في هذه الروايات ووقفت على الأخذ بأرجحيتها. وفي سياق المتصل حول كتاب على دراسة تتناول أيضاً ظاهرة الاغتيالات في الدولة الفاطمية، وقد جاء تحت عنوان أثر الاغتيالات السياسية على الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية والعمرانية في مصر عصر الدولة الفاطمية. حمل الفاطميون إلى مصر الإسلامية مظاهر الحضارة من فكر وعبارة وفن ونظم واحتفالات، لأنها هي العاصمة ومركز الخلافة وليس مجرد ولاية تابعة. لقد شجع العلماء الفاطميون الشعر والشعراء وأكرموا أهله وزادوهم في الجزاء، وجعلت لهم في إنشاء الشعر نظام معين يتعاقب وجعلت لهم في إنشاء الشعر نظام معين يتعاقبون عليه ولا يخرجون عنه في المناسبات كالمواسم والأعياد. ومن هنا كثر الشعراء بمصر الفاطمية ولم نجدها في أي عصر آخر، كما أن المواسم والاحتفالات الاجتماعية تعددت في تلك الحقبة الزمنية، بالإضافة إلى محافظة الفاطميين على مواسم الأزمنة الغادرة وانتشار الأصمتة التي عود الخلفاء الشعب عليها، كما شاع بين العامة ثقافتهم الشعبية الفن الشعبي من ملاحم تاريخية، فلم تكن أماكن السمر خالية من الشعراء والقصاصين والمنشدين،
كما وجدت أيضا مجالس الوعظ والتفقيه، وتقدمت الفنون والصناعات وتنافس الفنانون والصناع في هندسة البناء، فقد زخرت القاهرة بعدد كبير من المساجد والمباني، واشتهر النقش على الجدران والحفر على الأحجار الكريمة، وانتشر فن الرسم على النسيج، وبلغ فن التصوير، وصنعت التماثيل من المعادن والجواهر، وقد ألف الرحالة في كتبهم إنهم لم يبالغوا عندما يصفون مصر الفاطمية بألف ليلة وليلة. ولقد كان للاختيارات السياسية وخاصة اختيار بعض الخلفاء الفاطميين أثره الواضح على مسار تلك الحضارة. وزعت الدراسة على مبحثين، الأول تناولنا فيه أثر الاختيارات السياسية على الحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية، والتي تشمل الاحتفالات والأعياد والمواسم، وأما الثاني فقد تناولنا فيه أثر الاختيارات السياسية على النهضة الفنية والعمرانية، مما لا شك فيه أن الاختيال السياسي قد أثر تأثيرا مباشرا على الحياة العامة في مصر الفاطمية، إذ كان تأثيرها على الناحية الاجتماعية والحضارية بحيث أحدث خلخلة في نسيج المجتمع، مما أدى إلى عدم الاستقرار عند الحكومات المتعاقبة وعدم الإحساس بالأمن والأمان داخل المجتمع الإسلامي. وطبيعة الحال فإن كل ذلك قد أثر سلبا على مظاهر الحياة الاجتماعية، متمثلا بالمساجد والجوامع وسائر مناحي الحياة، ولا سيما على التطور العمراني لمدينة القاهرة. وبعد هذا عرض مبتسم لكتاب صفحات من التاريخ الإسلامي أو عينة منه، عرضتها هنا لإعطاء صورة عنه أو فكرة، وهي بلا شك لا تغني عن قراءة الكتاب وما جاء فيه من بحوث ودراسات. والحقيقة أن عرض الكتاب إنما هي مقدمة أو تمهيد أو مدخل لها تسهل أمر القراءة، ولعلها تعطي صورة لمن يريد الاطلاع فحسب أو يريد أن يرضي فضوله المعرفي. أخوان، بالنسبة للحضور جميعا، أي واحد يعجبه يقتني هذا الكتاب، أنا عندي أعداد كبيرة جاهزة عندي، بس يوصل لي خبر أنا أوصل لك كتاب هدية من عندي إلى أي واحد من حضراتكم الكرام. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في عرض كتابي صفحات من التاريخ الإسلامي. وأخيرا أقدم شكر الجزيل إلى السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي المتألق دائما في علمه وأخلاقه، لجهوده المتميزة في إتاحة الفرصة لي لعرض نتاجاتنا لي ولغيري. وكذلك الشكر موصول إلى دكتور مهند أمين مجلس الكلية، وكذلك إلى الدكتورة الأستاذة الدكتورة أختنا الفاضلة دكتورة سمر رحيم الخزاعي رئيسة قسم التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم دكتور قتيبة على هذا العرض الشيق. زملائي الكرام، نستقبل الآن مداخلاتكم وأسئلتكم إلى الأستاذ الدكتور قتيبة. المداخلة الأولى ستكون مع السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر المحترم. تفضل دكتور، المايك لكم. شكرا دكتور مهند، وشكرا دكتور قتيبة لهذه القراءة الرائعة حقيقة، والقراءة العلمية وهذه السياحة المتنوعة دكتور قتيبة. وأنا أول من يطلب الكتاب منك حقيقة، وشكرا لكرمك في تقديم الكتاب هدية لكل الزملاء والأساتذة العلماء والمفكرين المشاركين في هذه القراءة. هذا إن دل على شيء يدل على خلقك العالي وعلى أصالتك وكرمك يا دكتور قتيبة. دكتور قتيبة أنا الفضل لله وإلك دكتور. لا عفواً دكتور. والله دكتور نفسك هذا الطيب. كرم هذا، الله يسلمك ويحفظك، هذا كرم من جنابك الكريم. دكتور قتيبة، سؤالي حقيقة يعني عتبة العنوان، عنوان الكتاب صفحات في التاريخ الإسلامي،
أولا يعني كنت أتمنى ما الذي تقصد بالصفحة، يعني هل أنك تقصد الصفحة هي جزء يعني اقتباسات من التاريخ، يعني أنت تأخذ حوادث أو تأخذ اقتباسات من التاريخ، وإن كان هذا المقصود فما هي المعايير التي جعلت منك أن تأخذ هذه الصفحات من التاريخ؟ يعني لماذا هذه الصفحة وليست الصفحة الأخرى؟ هل وضعت معايير خاصة لاختيار هذه الصفحات أم كان اختياراً من دون معيار مثلاً، يعني اختياراً ذوقياً تدخلت الذائقة في الاختيار أو اختياراً انطباعياً؟ ما السبب؟ يعني لاحظت أنك تحدثت عن القبيلة وأثرها في المجتمع، وبعد ذلك تحدثت عن الجوانب العقائدية في المجتمع، بعد ذلك انتقلت إلى منهجية الكتاب، بعد ذلك ذهبت إلى الدولة الفاطمية ويعني تطرقت إلى الاغتيالات وأثرها في النظام السياسي. هذه الاختيارات هيك يعني وضعت معايير أم كان الكتاب يعني هو مجرد جمع لأحداث ومراحل وبحوث أنت قد كتبتها في حياتك العلمية؟ شكري وتقديري واحترامي ومحبتي لك ولهذه القراءة الرائعة المميزة دكتور قتيبة، شكرا جزيلا. دكتور مهند أقدر أجاوب رأساً؟ تمام دكتور تفضل. أي أيوة والله دكتور عبد الباقي أستاذي الفاضل، الفترة الممتدة من قبل الدعوة إلى سقوط الخلافة العباسية 600 يعني من واحد إلى 656 هجرية، فأني صراحة كتبت البحوث في فترات مختلفة، فاعتبرت كل فترة من يعني كل مدة من هاي المدة هي صفحة، فأني حبيت عندما قعدت وشفت البحوث يعني عندي سلسلتها حسب التواريخ يعني، وإضافة إلى هذا الدكتور صراحة أني ما ذكرت كل البحوث 18 اللي موجودة بالكتاب، أني يعني اللي بيقصد حتى يكون المستمع يتشوق لقراءة الكتاب، ولهذا أنا عرضت شنو قلت اللي يريد الكتاب حتى أطيها لعيطلع، وحضرتك أولهم إن شاء الله لعتطلع على صفحات أخرى أنا يعني اختاريتها فترات زمنية مختلفة، اعتبرت كل فترة هي هاي صفحة، لأنه تدري حضرتك أنت هم دارس مثل التاريخ واللغة العربية، الحياة الدولة الإسلامية مو كلها صفحات انتصارات، أكو بيها مرت في انكسارات، أكو مرت خسائر، أكو مرت اغتيالات خلفاء، فأني يعني هذا المقصود بالكلام يعني. تمام دكتور قتيبة شكرا جزيلا. المداخلة الثانية دكتور علي إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام دكتور علي، أهلا وسهلا. عليكم السلام. بداية كل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل دكتور قتيبة زميلي وأخويا الكريم، وكذلك للحضور الكريم. سؤالي عن أحد البحوث اللي اتطرق إلى جناب الدكتور، لكن كان النت عندي ضعيف، ما عرفت إلا عن يعني أعتقد الراوندي في تحليل كتاب أو غيرها، لكن اللي افتهمته من الكلام بأن هذا كان أقرب إلى يعني الأحداث في العهد السلجوقي، ويعني يمكن أن نستقي معلومات صحيحة كونه يأخذ المعلومات من مصادرها. أنا أسأل الأستاذ الفاضل بأن لمس في هذه الدراسة أن هذا المؤلف أيضا جامل السلاجقة في ذكر أحداث ليست يعني بحقيقية، أو أظهر الجانب الإيجابي في العهد السلجوقي كونه كان قريبا منهم ومقرب لديهم؟ هذا السؤال الأول دكتور قتيبة، ولدي سؤال ثاني. نعم إذا دكتور. تحب أسأله. نعم تفضل دكتور علي. السؤال الثاني، كونك ذكرت بأن ثلث بحوثك كانت عن الدولة الفاطمية، وأيضا تطرقت إلى بحث عن الحروب الصليبية، أسأل هل كان للدولة الفاطمية دور في مواجهة الحروب الصليبية ورد خطر هذه الحروب عن المشرق الإسلامي؟ وأكرر شكري وتقديري للجميع.
شكرا جزيلا دكتور علي. نعم دكتور قتيبة الكلمة لك. نعم دكتور علي، احنا دارسين تاريخ انا وياك، فعندما يجي صاحب كتاب معين ويعاصر بس فترة معينة، يعني انت تتصور لم يجامل يقدر لم يجامل لو 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 الا يجامل، يعني يعني انا من خلال قراءتي للكتاب، يعني انا درست على منهج الراوندي في كتابه في كتابي راعة الصدور، انا اخذت منهج الكتاب مالي. السؤال الثاني، الدوله الفاطميه بالحروب الصليبيه، دكتور اي منطقه يصلها الخطر لابد ان شو تسوي؟ ان تدافع عن نفسك، مو صح دكتور علي؟ نعم دكتور، الصوت معك فقط دكتور قتيبة. اي لا العفو. فحتما الدولة الفاطمية حالة حال بقية كل الدولة الإسلامية، عندما يصل الخطر إليها شو تسوي؟ يجب أن تدافع عنها. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور قتيبة. نعم زملائنا لازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. سؤال من زينب. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. مقدما شكرا جزيلا لعمادة كلية الآداب ولقسم التاريخ وللأستاذ الفاضل الأخ دكتور قتيبة على هذه الصفحات المشرقة إن شاء الله والمفيدة للكل. بس حبيت أسأل دكتور بصفحات، أنت ذكرت صفحات من التاريخ الإسلامي وقلت أنه مو كل الفترات التاريخية أنا قدمتها خلال هذا العرض الشيق اللي حضرتك قدمت لنا الآن. سؤالي، ذكرت بإحدى الصفحات عن تاريخ دولة المماليك، هل هو من التاريخ الإسلامي أم لا؟ تسمح لي دكتور مهند؟ نعم دكتور قتيبة تفضل. دكتورة زينب عيني، أنا نعم. بالنسبة للكتاب مجموعة بحوث مالتي اللي أنا كاتبها، يعني أرجو أن توصل لك الفكرة. نعم يعني أنا كتبت مجموعة من البحوث، بوقتها كنت كاتب 25 بحث، وعندي 7 بحوث على الثورة الحسينية، على تاريخ الحسين عليه السلام. فارتئيت أنا باستشارة أحد يعني أساتذتي المختصين، فصار الاختيار على أنه هاي 18 بحث تصير الكتاب الأول، والكتاب الثاني الحسين عليه السلام تاريخ أمه أيضا كملت وياها بعد 5 بحوث، صار 12 بحث، فسويت أيضا كتاب أيضا على ثورة الحسين، سويتها بشكل متسلسل يعني الأحداث التاريخية، وإن شاء الله نقدمها على القراءة الثانية إن شاء الله. فأنا صراحة المماليك ما كاتب عليهم أنا، ولهذا أنا ما كانت موجودة من ضمن البحوث اللي موجودة في الكتاب. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور قتيبة. نعم زملائنا، هل توجد أسئلة أخرى؟ نعم مداخلة مع دكتور ماهر. تفضل دكتور ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف السلام ورحمة الله. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. طبعا بالبداية طبعا نشكر عمادة كلية الآداب وقسم التاريخ على إتاحة الفرصة لاستعراض الكتاب للدكتور أخونا زميلنا الأستاذ الدكتور قتيبة. حقيقة يعني أسفنا أنه ما استمعنا من البداية بسبب هناك كان خلل بالزوم قبل ما ندخل، لكن عموما أستاذ قتيبة ممكن يعني هناك سؤال راودني من خلال آخر دخولي لمحاضرتك، بالنسبة للدولة الفاطمية يعني ألا تعتقد هنالك يعني بعض المؤامرات من قبل دولة الأندلس على الدولة الفاطمية وحدث هذا الاختيالات؟ يعني هل وجدت شيء من هذا القبيل بالنسبة بما أن هناك كان يعني شيء من الصراع ما بين الأندلس والمغرب كدول إسلامية في ذلك الوقت العصر الوسيط؟ ألا تعتقد هنالك يعني شيء من هذا التآمر أم لم تجد هذا الشيء؟ وشكرا دكتور. شكرا لكم دكتور ماهر. نعم دكتور قتيبة تفضل. عفوا دكتور مهند العيني. دكتور ماهر، أنا صراحة من خلال البحوث اللي عندي ما يعني ما جت علي هيك معلومات، بس أنا أتمنى من حضرتك
على اعتبارك انت استاذنا بالتاريخ الاندلسي، يعني تكون لنا دراسه انا وياك ندرس الدوله الفاطميه والدوله الاندلسيه، حتى الدوله في الاندلس، حتى نتوصل اذا اكو كانت هناك مؤامرات سياسيه او مؤامرات لاغتيال الخلفاء، نصل ونطلع بورقه يعني مرتبه ونلقيها في احدى المحاضرات انا وانت ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور قتيبة. نعم زملائنا، هل توجد اسئله او مداخلات اخرى؟ نعم، اذا دكتور قتيبة تنتهي المداخلات والاسئله. كلمه الختام مع السيد عميد كليه الاداب الاستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر. تفضل دكتور، المايك لك. المحاضرة، وسجل شكري وتقديري لقسم التاريخ، لرئاسة قسم التاريخ، للأستاذ الدكتورة سمر ولتدريسين قسم التاريخ، وأخص منهم بالذكر الأستاذ وباسم عمادة كلية الآداب احنا نقدم إلى شهادة تقديرية. هاي الشهادة التقديرية ممزوجة بمحبتنا واحترامنا وتقديرنا لمشاركته في نادي الكتاب، لشعور العالي بالمسؤولية، وأيضا إن شاء الله ننتظر منه قراءات قادمة. نادي الكتاب هو نادي كل أساتذة كلية الآداب، نادي الكتاب أصبح نادي دولي، حضور أساتذة كلية الآداب لنادي الكتاب هو جزء من المسؤولية الشرعية والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية العلمية والثقافية التي يتمتع بها كل أساتذة كلية الآداب. نجاح هذا النادي هو بوجودكم، بحضوركم، بمشاركتكم، بنشاطاتكم الثقافية الرائعة. فكل الشكر والتقدير لقسم التاريخ رئاسة وأساتذة، وكل الشكر والتقدير للحضور الكرام من السادة المعاونين والسادة أعضاء مجلس الكلية والسادة التدريسيين من كلية الآداب ومن الجامعات العراقية والعربية، وكل المحبة والشكر والتقدير إلى إدارة نادي الكتاب وإلى المتميز والمبدع في كلية الآداب الدكتور مهند على جهوده ومتابعته وحرصه العالي وشعوره بالمسؤولية. كل الشكر والتقدير مرة أخرى لك دكتور قتيبة، ونسأل الله أن يحفظك وتقدم المزيد من النشاطات العلمية خدمة للعلم والمعرفة ولكلية الآداب، كلية الإبداع وكلية الجمال وكلية المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور. نعم دكتور قتيبة، كلمة أخيرة تقدمها لعمادة كلية الآداب والحضور الكريم. دكتور مهند، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير الكبير جدا لأستاذي وأخي الأستاذ الدكتور عبد الباقي عميد كلية الآداب المحترم، هذا الشخص المتألق خلقا وعلما، والله العظيم شف له الخير والبركة بحضوره إلى عمادة كلية الآداب. والشكر موصول إلى أستاذتي دكتورة سمر رئيسة القسم، وكذلك إلى حضرتك دكتور مهند. وأنا ممتن جدا لجنابكم ولحضرتك، وشكرا جزيلا، وتصبحون على ألف خير. أنا دكتور فقط، نعم شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. فقط كلمة أخيرة للسيدة رئيس قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سمر رحيم. تفضلي دكتورة. شكرا دكتور مهند. في الحقيقة بالبداية أوجه الشكر الجزيل للدكتور السيد العميد الدكتور عبد الباقي المحترم لدعمه كل النشاطات العلمية، وخاصة فيما يتعلق بقسمنا، وحرصه الشديد على أن يحضر هذه النشاطات العلمية والثقافية، لأنه حضوره تأكيد على اهتمامه بكل صغيرة وبكل أمر يخص القسم، الأقسام كافة، والعمل على النهوض بها علميا وثقافيا، والسعي لتقديم كل الدعم المعنوي في سبيل إنجاح هذه الأقسام، فله جزيل الشكر. وأيضا الشكر موصول للدكتور قتيبة التي كانت محاضرة شيقة
وأعطانا نبذة عن مواضيع كثيرة تعود لنا المعرفة فيها، فله جزيل الشكر. وفي نفس الوقت الشكر موصول لدكتور مهند لحضرتك على جهودك في العمل على إدخال الجميع إلى هذه المحاضرة ولكل الحاضرين، وأيضا أدعو أساتذة قسم التاريخ من هذا إلى دعم الكل في نادي الكتاب، لأن حقيقة نادي الكتاب هو عبارة عن نشاط علمي للقسم أولا وللكلية ثانيا. فلحضورك كرام جزيل الشكر، والشكر أيضا مرة أخرى للسيد العميد المحترم وللباحث دكتور قتيبة، جزيل الشكر للكل. شكرا جزيلا أستاذ مهند. شكرا جزيلا لكم دكتور سمر، شكرا للسيد عميد كلية الآداب، شكرا للباحث الأستاذ الدكتور قتيبة على الجهود الطيبة، شكرا جزيلا لكل من حضر معنا من كليتنا كلية الآداب الجامعة المستنصرية ومن خارج الجامعة المستنصرية. نلتقي وإياكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم وقراءة جديدة من قراءات نادي الكتاب. دمتم بأمان الله.